ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل شرح العملي. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ، دلوقتي هنشرح اللي هو التيومرز اللي هي الماليجنانت. بقى كل اللي احنا هنقوله دلوقتي هو ماليجنانت، تمام؟ عاوزين بس قبل ما نبدأ كده يعني نسكم مع بعض ونظبطها، علشان اللي هو ايه، بس نحل. احنا العملي عاوزين نحله، فعاوزين نسكمه ايه ونفهمه ونبصمجه مع بعض برضه. مبدئيا كده انا هشرح مالجنانت تيومرز. طالما هي مالجنانت يبقى ايه، يبقى هيبقى فيه انفلتريشن، تمام؟ هيبقى فيه انفلتريشن، حلو كده. دي اول حاجه لازم اعرفها معايا. تاني حاجه هيبقى فيها ايه، اريا اوف هيموريدج اند نيكروز. دي ايه تاني حاجه معايا. يبقى انا عندي، لو انا عندي ايه بقى، مالجنانت، كل اللي هقوله مالجنانت، فهو يبقى عندي لارج ماس. هيبقى عندي ايه، لارج ماس، تمام. اللارج ماس دي هتبقى مالها، هتبقى مستبدلة التيشو. لو هي في الكدني مثلا، فالكدني ده اورجان في تيشو، يبقى هتبقى عاملة ايه، انفلتريشن وريبليسمنت للايه، للتيشو، ويبقى فيه اريا اوف هيموريدج ونيكروز، وهيبقى فيه انفلتريشن، تمام. تمام، طيب تبدلك كدني، مستبدلك تيشو. طب بتقولي لو هي في اليورينري بلادر هيبقى تيشو ايه؟ ده اليورينري اصلا دي هولو اورجان. هقول لك خلاص، يبقى في اليورينري بلادر نقول ايه، نسكمها نقول ايه بقى، ان انا عندي لارج ماس. مالها اللارج ماس دي؟ فيلينج الكافيتي، ماليه الكافيتي بتاع اليورينري بلادر، تمام. واريا اوف هيموريدج ونيكروز هنحطها في كله، هو مالجنت. وانفلتريشن برضو لاي حاجه حواليها، اي حاجه باينه في الاورجان قدامي جنبها يبقى عامله له انفلتريشن على طول، تمام. سكمنا كده، نسكم تاني. طب انا عندي دلوقتي تيومر ماس، لو التيومر دون في الكدني والله اكيد هتبقى انلارجت، طالع فيها تيومر. طب لو هي في اليورينري بلادر دي هولو، فهنسميها ايه، دايليتد، حلو كده، هنسميها دايليتد. طيب اللي هو التيومر لما يكون موجود كده في الكدني، هيبقى الحته اللي حواليه في الكدني ده، هي هيبقى مالها التيشو اللي حواليه، هيحصل له اتروفي. التيشو اللي حواليه هيحصل له اتروفي. ورقه وقلم كده وسكم الحاجات دي عشان ايه يعني تبقى ثابته معاك، ومجرد ما انت شفت، انت هتشوف الاورجان خلاص هتحل ان شاء الله يعني على طول، تمام. يبقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ قلنا ان احنا هنشرح دلوقتي ايه، مالجنانت تيومرز، تمام. تمام، مالجنانت تيومرز دي، طب انا قلت لي مالجنانت تيومرز، حلو. لو انا لقيت عندي الاورجان في الكدني، طب هو اصلا هو كده كده يعني اللي هيسال عليه، هيسال على الماس اللي هي التيومر، لان ده هو الكونتنت بتاع السؤال كله. وانت عندك حاجه متقسمه على الاورجان، وحاجه على الدايجنوزز، والكومنت اللي في النص. فالكومنت هو هيجيبها لك على الماس، يعني هيقول لك قد سيرفيس شو ايه، قد سيرفيس شو ايه، فهو التيومر. فالتيومر ده لو في الكدني يبقى ماله، قلنا ان هو يبقى عندي ايه، لارج ماس، عامله ايه، عامله انفلتريشن وريبليسمنت للايه، للكدني تيشو، تمام. والحته اللي لو الكدني طالع معاها حاجه يبقى هتعمل لها انفلتريشن لانه مالجمنت، واكيد هيبقى موجود معاها هيموجيو نيكروزز. طب قد الحته اللي حواليها بتاع الكدني تيشو يبقى مالها، الحته اللي حواليها بتاع الكدني تيشو مالها اتروفي. طب والكدني نفسها انلارجت فيها تيومر وعليها بريتونيال عادي، بريتونيال عادي، تمام، والسيرفيس سموث، حلو كده كتبت، تمام. طب لو يورينري بلادر، يبقى هنقول لارج ماس فيلينج الكافيتي بتاع اليورينري بلادر، وفي برضو اريا اوف هيموريدج ونيكروز. لو حاجه طالعه جنبها برضو يبقى عامله لها ايه، انفلتريشن، تمام كده، تمام. واليورينري بلادر تبقى مالها، تبقى ايه، تبقى دايليتد، تمام. مش محتاج اقول لك بقى ان انا لو عندي تشخيصين في حاجه، فانا هزود التشخيص بتاع الحاجه التانيه. زي ايه؟ زي انت خدت مثلا هيدروريتر، فمش محتاج اقول لك ان طالما في هيدروريتر معايا في الدايجنوزز، يبقى انا اليوريتر هتبقى مالها، هتبقى دايليتد،
تمام. الحاجة التانية، لو انا عندي هيدروني فاضل، طب هيدروني فاضل دي يعني يبقى انا عندي ايه؟ البلفيك كاليسيال سيستم ماله دايليتد، تمام. والكبسول سكند وستريبد، انت اصلا عندك جار لوحده هيدروني فاضل يعني على ما اتذكر، يعني مش هو تقريبا مش في الجزء اللي انا هشرحه، مش في الجزء اللي انا هشرحه. يبقى لو في هيدروني فاضل مثلا، فالبلفيك كاليسيال سيستم ماله دايليتد، حلو كده دايليتد، والكبسول سكند وستريبد، وفي غرانيولاريتي تحت الايه، تحت السيرفيس، واكيد الكدني هتبقى انلارجت، تمام كده معايا. ده الهيدرونفروز، هيدرويورتر يبقى اليورتر بس ايه دايليتد وخلاص، تمام. طيب، طب لو بالهارديزز نزود سنتي باتشز، نزود كلمة سنتي باتشز لو في بالهارديز، وكده كده انا معايا هيموجي ونقز اصلا انا مثبتها، تمام كده تمام. طيب اللون بتاعي ماشي كله جريش وايت، هو كارسينوما خلاص جريش وايت، ممكن تبقى جريش براون. بص هو هنمشيها كلها جريش وايت، هنثبتها كلها جريش وايت، من عدا الرينال سيل كارسينوما هنمشيها كلها جريش براون، سيبك بقى من جريش يلو والحاجات دي، هي جريش براون. يبقى الرينال سيل كارسينوما هنمشيها كلها ايه؟ جريش براون، والباقي كله اي حاجه غير الرينال سيل كارسينوما هنمشيها جريش وايت. كتبت معايا؟ تمام. لو حاجه جت غير كده او مختلفه في حاجه بسيطه في اللي هنقولها، فدي اللي هتتعرف، الباقي كله انا مثبت له الكومنت اهو. ممكن اعيدها كمان مره، يبقى انا عندي تيومر مالجنت، يبقى هو تيومر ماس، سواء مستبدل للتشو عامل ريبليسمنت وانفلتريشن للتشو في القدني، او فيلينج للكافيتي بتاع اليورينري بلادر، في هيموجينوكوزيس سواء هنا او هنا، الحته اللي حواليه بتبقى مالها اتروفي، تمام. والاورجان نفسه لو كدني يبقى انلارجت، لو يورينري بلادر تبقى ايه دايليتد، عليه بريتونيه العادي، تمام. والكدني تبقى ايه السيرفيس سموز عادي برضو، تمام. هيدرويورتر يبقى اليورتر منفوخ، هيدرونفروز يبقى البلفي كاليسيال دايليتد، تمام. والكبسول سكند وستريبد، في جرانيولاريتي تحت السيرفيس، بالهرزيز قلنا زود سنتي باتشز، تمام كده. نيجي نبدأ بقى، هنا انا عندي ايه؟ قال لي ان انت عندك دون الاورجن هاف كدني، نص كدني، تمام. الدايجنوزل رينال سيل كارسينوم، طيب الكومنت بتاعي خلاص، انا قلت لك الرينال سيل كارسينوم دي هي الوحيده اللي هنثبت فيها ايه، سوفت جريش براون، سوفت جريش براون، الباقي كله هيبقى ايه جريش وايت، الباقي كله هيبقى جريش وايت، يبقى رينال سيل كارسينوم خلاص انا عرفت. يبقى نقول ايه، ماليش دعوه بقى بالحته دي، ملهاش لازمه اصلا، انتكت بروتونيال، تمام. انتكت ايه بروتينيال كافيتي، انا قلت لك عادي دي، انا عادي و ريجولار في الشيب. طيب انا عاوز اقول ان الايه، ان انا عندي تيومر ماس، تيومر ماس، طيب تيومر ماس ده هو عامل انفلتريشن وريبليسمنت للايه، للكدني تيشو، ولونه بريش براون، في اريا اوف هيموجينوكوز، انا ما قلتش حاجه زيادة، يبقى ده هو بيقول لي عندي انتكت بروتونيال كفرنج، ماليش دعوة بيها، هي ملهاش لازمة، وانا ايه مسكمها اصلا، مثبتها في كله، مسكمها ومثبتها في كله، اهو بيقول لي القط سيرفيس شو انفلتريشن وريبليسمنت للايه، للكدني تيشو عن طريق لارج ماس جريش ايه، جريش براون، جريش براون، وفي اريا اوف هيموريدج وايه ونيكوز، تمام اهو ماس جريش براون، عندي اريا اوف هيموريدج ونيكوز، ومستبدلك كدني تيشو عامله ان ايه انفلتريشن، دي اول واحده كده خدت الوقت معانا، مفيش حاجة بعد كده هتاخد وقت ان شاء الله، خش على اللي بعدها.
رينال سيل كارسينوما برضه، رينال سيل كارسينوما برضه اهو، الاورجن نص كدني برضه، نص كدني برضه تمام. انا عندي برضه ماس عامله ايه، انفلتريشن وريبليسمنت للكيتنو تيشو. طب دي رينال سيل كارسينوما، يبقى اللون انا مثبته والكونسيستنسي سوفت جريش وايت، سوفت سوفت جريش براون، اسف سوفت جريش براون، اي حاجه تانية يبقى جريش وايت، سوفت جريش براون. بيرتونيال كفرنج ماليش دعوه بيه، طيب عادي. بيقول لي انلارجت في السايز طالما تيومر، انا اصلا دي حاجات انا مثبتها لكله، سواء جابها لي بقى هو اصلا مش هيسال فيها، بس انا مثبتها لكله علشان ما ايه ما تعبش دماغي خلاص. يبقى هو يبقى القط سكشن عندي هو ايه، ريبليسمنت للكيدني تيشو بتيومر انفلتريشن ماس تمام. طيب سوفت جريش براون، وعندي هيموريدج ونيكروز تمام. خش على اللي بعدها، رينال سيل كارسينوما برضه. طيب الاورجن هاف كدني نص كدني، تشخيص رينال سيل كارسينوما. طيب القط سيكشن قال لي عندك لارج تيومر مايس برضه زي ما احنا مثبتينها، عامل ايه، عامل انفلتريشن وريبليسمنت للكدني تيشو، وعندي اريا اوف هيموريدج ونيكروز. بيقول لي سموث اوتر سيرفيس، انا مثبتها اصلا لكل سموث اوتر سيرفيس، انا قلت لو حركة جاية عكس نادر بس دي اللي هنقولها تمام. تمام نفس الحكاية اللي بعدها، رينال سيل كارسينوما. طيب انا عاوز اقول الحاجات اللي انا مثبتها ماس، وعندي اريا اوف هيموريدج وايه ونيكروز تمام، ويبقى لونه ايه جريج براون وسوفت علشان رينال سيل كارسينوما، ده كله انا مثبته، ده كله انا مثبته. طب مزود ايه هنا بقى، دي فيها حاجات زياده، دي فيها حاجات زياده، والحاجات باينه من على الرسمه بتاعتها بصراحه. يعني انا عندي هنا ان التيومر جاي منين، جاي من القبر من فوق، تيومر جاي من القبر اهو ولافف حوالين اللاترال سيرفس، جاي من الابر سيرفس ولافف حوالين اللاترال سيرفس، جاي من الابر ولافف حوالين اللاترال سيرفس تمام. يبقى احنا هنقول ان هنا ان التيومر جاي من الابر ولف حوالين اللاترال سيرفيس، دي الحته الزياده وباينه من الرسمه. طيب انا عندي السيرفيس بتاع القدني فيرجيتد، يعني ملون كده في حته تخابيط يعني تمام. طيب بيبقى ايه بقى هنا نودولار مش سموث، هنا نودولار، هنا نودولار، وفي نوديول فيهم عامله انفلتريشن للبلفس تحت، نوديول عامله انفلتريشن للبلفس تحت تمام. وفي قلنا نودولا، والنوديول لونها ايه يلوش اهي، باينه خالص يلوش اهي. طيب يبقى اهي الاورجن هاف كدني تمام، تشخيص رينال سيل كارسينوما اللي هي اسمها اصلا احنا عارفينه من نظري هايبر نيفروما، فده عادي تمام. طيب بيقول لي فرجيت السيرفيس، ايوه ملونه هي. طيب سي شيبد لف حوالين اللاترال، طب هي طالعة منين؟ طالعة من الأبر، طالعة من الأبر. طيب ده اللي أنا مثبتها إن هو سوفت جريج براون، وعندي area of hemorrhage وإيه؟ ونيكوز. طيب فايبرال ترابيكولي دي يعني إيه؟ الزيادة عادي، فايبرال ترابيكولي ملهاش لازمة برضو إيه؟ hemorrhage ونيكوز وصل للبلفز عامل انفلتريشن يعني. طيب اهي الحته الزياده بقى، المهم ان انا عندي المهم هنا بقى ايه الزياده، ان انا عندي السيرفس فيه نوديول، والنوديول دي يعني ايه يلوش، وواحده منهم عامله انفلتريت تحت تمام، عامله انفلتريت للكبسول، للكبسول والبرينفريك فات والبلفز ايه، عامله انفلتريت، هو مالجنت هيعمل انفلتريت. يبقى بس ده الزياده اللي هنا ايه على شكل سي، لفه حوالين اللاترال وطالعه من الايه من الابر، وعندي نوديولز عامله انفلتريشن للكبسول البرنفيك والبلفيز، ولونها ايه لونها يلوش، والحاجات اللي انا مثبتها بقى اللي هي ايه سوفت جريج براون واريا اوف هيموريدج ونيكروزز دي معايا برضه، يبقى دي رينال سيل كارسينوما برضه. طيب هنا بقى الاورجان مختلف، انا هنا عندي اتنين كدني، عندي اتنين كدني وعندي اوبن دي يورينري بلادر. يبقى هنا عندي ايه، عندي اتنين كدني
كله كان ايه، كان نص. هنا عندي 2 قدني وعندي ايه اوبن ديورينري بلادر. طيب انا اشوف الدياجنوز علشان اقول منه، اشوف الدياجنوز علشان اقول منه الكومنت على طول. انت شفت الصورة، عرفت الدياجنوز وعرفت الايه الاورجان ايه، تمام خلاص عرفت الكومنت من بعدها. طب الدياجنوز قال لي ايه؟ قال لي رينال ايه سيل كارسينوما، رينال سيل كارسينوما. خلاص رينال سيل كارسينوما انا عارف. يبقى ايه عارف ايه؟ هتقول لي ان انا عارف ان في لارج ماس، اقول لك هنا في اختلاف واريا اوف هيموجينيكوز، اقول لك هنا اللون مختلف، اللون هنا بينك، بينك مع جولدن يلو سبوتس، دي الوحيده اللي مختلفه في اللون. يعني اللي احنا قلناه، احنا ثبتنا اللون انه جريج براون في رينال سيل كارسينوما والباقي كله جري شويه، دي الوحيده اللي مختلفه، اللون بينك مع جولدن يلو ايه سبوتس. خلينا ماشيين وراهم، اللون ملوش لازمه بس ايه خلينا نعرفه ان دي مختلفه، بينك في الكلر وجولدن يلو ايه سبوتس، تمام. دي يعني عادي احنا مسكمينها للكل، ان الكيدنو تيشي كيدني تيشو اباوت اللي حوالين التيومر بيبقى اطروفي، ده احنا مسكمينها، تمام. طيب هنا عندي تشخيصين معاهم كمان، عندي ايه تاني؟ قال لي عندك معاها هيدرونيفوزس. هتقول لي هيدرونيفوزس بس انا مسكمها، سمع هيدرونيفوزس هقول لك ان انا عندي ايه البلفيكراسيال سيستم دايليتد، تمام، والكبسول سكند ستريبت، تمام. ايه تاني؟ وفتحت في جرانيولاريتي اجي اشوف انا ايه اعمل ايه البلفيكراسيال سيستم دايليتد بس مش جايب الباقي، خلاص انا جبته من عندي اصلا، تمام. طيب وعندي بالهاريزيال سيستايتس، اقول لك بس يبقى انا عندي بالهاريزيال سيستايتس دي فين؟ في اليونري بلادر. يبقى انا عارف هزود كلمه ايه سنتي باتشي، وكده كده انا ايه معايا هيموجينيكوز اصلا، انا حافظهم لايه لكله، كده كده انا معايا هيموجينيكوز لكله. يبقى هنا مفيش اي حاجه زياده، اللي هي بينك في الكلر بس اللي متغيره مع يولو سبوتس، تمام. يبقى انا هنا معايا كام تشخيصات؟ رينال سيل كارسينوما خلاص انا سمعتها، ومعايا هيدرونيفوز انا عارف ان البلفيكراسيال سيستم دايليتد، واي حاجه يسالني فيها انا عارفها خلاص حتى لو زود عن دوت. جايب لي كمان بالهاريزيال ستايتس، يبقى عارف ان اليورينري بلادر فيها ايه ساندي باتشز وهيموجينيكوزس، كده كده انا عارفها. يبقى انا كده خدت كام سلايد لرينال سيل كارسينوما؟ خدت 5، خدت 5، في واحده فيهم بس شكل التيومر وشكل القدني في زيادات عرفتها، وواحدة معاها تشخيصين تانيين. يبقى أنا أجي هعيدهم لك تاني، الخمسة دول رينال سيل كارسينوما خلاص كلهم نص قدني إلا واحدة اللي كانت 2 قدني ويبقى إيه وأوبن يورينري إيه بلادر. أول واحدة فيهم أهيا خلاص أنا قلت إيه رينال سيل كارسينوما والأورجن نص قدني. طيب يبقى تيومر ماس عامل انفلتريشن وريبليسمنت للكيدني تيشو وسوفت جريش براون وفي اريا اوف هيموجينيكوز. هنا نفس الكلام، تيومر ماس عامل انفلتريشن او بليسمنت كيدني تيشو، تمام، ولونه جريش براون و سيبك من جريش يورو دي، هو جريش براون، تمام، جريش براون وفي اريا اوف هي اوف هيموريدج ونيكوزس برضه نفس الكلام. التالتة نفس الكلام، طب امال انت زودت لي ايه؟ زودت لك ان هنا الاوتر سيرفيس نودولار، غير ان انا كنت مسكمها ايه سموث، وقلت لك في يلو سبوتس او فريجيتد يعني بلون، تمام، وعامل انفلتريشن انا مسكمها. طب هتقول لي مفيش حاجه زياده، يعتبر اقول لك مفيش حاجه زياده، تيومر على شكل سي طالع من فوق وايه محوط اللاترال سيرفيس برضه دي باينه بالرسمه، مفيش حاجه زياده يعتبر. طب هنا نفس الكلام، تيومر ماس برضه و بس اللون بينك، اللون هنا بينك مع يلو سبوتس، تمام، بس هنا انا قلت لك معاها هيدروغنوفوزز وانت عارف التسكينه بتاعتها، يبقى ايه بالفيكالسيا سيستم ماله دايليتد والكبسول ستريبد والسكند وتحته الجرانيولاريتي، وباقي معانا هنا ايه بالهاريزيال سيستايتس، فدون يعمل لي في اليورينري بلادر ساندي باتشز وهيموج. دول الخمس سلايدات بتاع الخمس جرات اسف بتاع ايه الرينال سيل كارسينوما. طيب نيجي هنا برضو دي يعني ايه القدني معايا قدني ومعاه ايه برينيفريك فات، قدني ومعاها برينيفريك فات. البرينيفريك فات هنا بيبقى ايه ريديوزد، تمام، بيبقى ريديوزد مش زي الاونكوسايتوما، هو مش انا هشرحه ده بالتاني كان ايه بناين، بس انا بذكرك ان الايه الاونكوسايتوما كان فيه ايه زياده برينيفريك، هنا ايه ريديوزد الايه البرينيفريك. اسمها ايه دي؟ اسمها بابيلاري ترانزيشنال
سيل كارسينوما. هتقول لي بس يا عم انت بتقول ايه؟ بابلغ ازاي كدني، ازاي كدني الاورجن وفيها بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما؟ يا الكدني بيطلع فيها بابيلاري ترانزيشنال. هقول لك انت كده معايا وانت كده صح، انت كده عرفت التشخيص. هتقول لي دي يبقى طالعه من حته تانية، اقول لك بالظبط يبقى طالعه من حته تانية. طب طالعه منين؟ اقول لك طالعه من البلفي كاليسيال سيستم. طالعه منين؟ من البلفي كاليسيال سيستم. طب هي لما تطلع من البلفي كاليسيال سيستم هتسد البلفي كاليسيال سيستم، هتعمل لي نفس حاجات الهيدرونفروزز؟ اقول لك انت كده تمام التمام، انت كده تمام التمام. يبقى انا عندي البلفي كاليسيال سيستم هيبقى ماله، هيبقى دايليتد، وكده كده انا عارف ان الكدني حوالين التيومر بتبقى مالها اتروفي تمام، والكالسول استريبد تمام، وانا مثبت ان الكدني سموز عادي معايا تمام. وانا قلت لك اي حاجه غنيله سكر الصنامه تبقى مالها تبقى جريش وايت، وكده كده في هيموجينيكوز علشان ايه؟ مالجنت. طيب امال ايه هنا الزياده؟ مفيش زياده يا عم، نفس الكلام اللي احنا قلناه بنعيده. او الاوتر سيرفيس بتاع الكدني سموز تمام، بيقول لي في عندك شالو ديبريشن، يعني شكل حته طالعه وحته نازله ملهاش لازمه ديا. دايليتد بلفي كاليسيال سيستم علشان هو اصلا التيومر طالع منه، فعمل زي الايه ال هايدرونفوزز ومعاه اطوفي كتني انا مثبتها اهو. بيقول لي بابيلاري تيومر طالع منين؟ بالبلفي كاليسيال سيستم، عامل انفلتريشن وريبليسمنت للكدني تيشو جريش وايت تمام. حته الزياده بس ان التيومر فاريبل، دي الكلمه الزياده في البتاع كلها. كده تمام ماشي زي الفل على شرحنا، ماشي زي الفل. خش على اللي بعدها. دون هاف رايت كدني، هاف رايت كدني. طب رايت ازاي؟ انت بتسلم عليها كده، تمد ايدك تسلم عليها، هو اليوريتر نازل كده فانت بتسلم عليها تبقى ايه رايت الناحية دي تمام، تسلم على الصورة يعني. المهم انت ما عندكش غير دي اصلا، فهي ايه نص كلية يمين ومعاها ريديولد بغنيفريك زي اللي قبلها برضو. طب هنا معانا بس رايت يوريتر هو ايه الزيادة، وده باين طبعا انت شايف ان في يوريتر، فهتقول له هاف رايت كدني ومعاه ايه يوريتر تمام. تمام احنا قلنا ان بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما دي بتطلع منين؟ من البلفي كاليسيال، يعني هتعمل حاجات الايه الهيدرونفوز. بس انا مش هقول، انا مش هقول، انا هقرا، انت هتلاقي نفس الحاجات. يبقى اهو الكبسول از ستريبد تمام، الاوتر سيرفيس بيقول لي سموث جري شويه، ما انا مثبتها اصلا، ده هي كانت الرينال سيل كارسينوما بس اللي جريش براون. طيب قط سيرفس، قط سيكشن بيقول اندستنكت كورتكس المضله دي في اي تيومر، انا كده كده طالما في تيومر فمش هميز الكورتكس المضله دي تمام ايه مثبتها معايا. طيب البلفيس دايليتد، انا اصلا عارف ان البلفي كاليسيال دايليتد لان هي طالعه من فيه تمام. يبقى بابيلاري ماس جريش وايت، عامله انفلتريت للبنك ما حولها تمام في البلفيس وكده. بس انا ما فيش حاجه قلتها زياده، قلت حاجه زياده؟ ما فيش، نفس الكلام اللي احنا قلناه. يبقى اتنين بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما، فالتيومر بتاعها طالع من البلفي كاليسيال سيستم، فعامل حاجات الهيدرونفروز سواء البلفي كاليسيال ايه دايليتد او الكبسول سكند واز ستريبد تمام، وهو جري شويه طبعا، وعندي كده كده الهيموجينيكوز موجود. خش على اللي بعده. نيجي على حاجه بقى ديفرنشال شويه، ودي يعني ايه هنغير هنا شويه بس الحاجات الثابته الاكيده اللي هو ايه الهيموجينيكوز ده مش هيتغير، ده مالجنت. هنا عندي ايه نص كدني، نص كدني الدياجنوز بتاعها ايه ويليام تيومر او اللي هو اسمه نيفروبلاستوم. طب دون ايه يا عم؟ انا عاوز اسكنها برضه، اقول لك عامله زي ايه لحمه السمك، لحمه السمك وخصوصا بقى اللي هو الايه السمك الفليه، السمك الفليه اللي هو ايه بيبقى سايح على بعضه كده زي يعني سمين حتى كده في طعمه. فنقول ايه بقى اللي هو ايه فيش فليش لحمة سمك تمام، في الشكل بتاعها الابيرنس بتاعه ايه فيش فليش، فيش فليش شكله كريمي سايح على بعضه كده وايتش طبعا هوموجينس سايح على بعضه برضه تمام. تمام يبقى دي هتتحفظ بقى، يبقى هو ايه حتة سمك فليه بس. انت خلاص كده انا عرفتها، يبقى هي هتجيلي هقول له ايه التيومر ماس كريمي وايتش هوموجينس فيش فليش ابيرانس، فيش فليش ابيرانس، فيش فليش ابيرانس
وطبعا كريمي وايتش وموجنال. خلاص انا مش هنساها تاني، حتة السمك الفليه مش هنساها تاني. نخش على اللي بعد كده، حاجات اليورينري بلاد. طب انا هغير ايه؟ هتقول لي مش هغير حاجه، هي نفس الحاجات، بس بدل ما نقول ان لارج كيدني هتبقى دايليتد يورينري بلادر، بدل ما نقول عامل ريبليسمنت وانفلتريشن هيبقى عامل انفلتريشن وفيلنج للكافيتي بدل ريبليسمنت، عشان ما فيش هنا تشوف في ايه هولو اورجان. تمام، والهيموراج والنيكوزز ثابت معايا. تمام، وهنزود حته اللي هي ديجنريشن في شكل مالتيبل سيستيك سبيزز، في مالتيبل سيستيك سبيزز بس دي الكلمه اللي هزودها. امشي معايا وثبت معايا. طب وانا هحفظ ايه؟ هقول لك تحفظ الاورجان بس خلاص كده، والاورجان انا بعرفه من الصوره، احفظه يا عم، يا عم احفظ الاورجان بس. فانا بيقول لي الاورجان ايه؟ طبعا يورينري بلادر، ومعاها اجزاء من البروستاتيك واجزاء من الايه؟ من اليوريتر. اجزاء بروستاتيك واجزاء من ايه؟ من اليوريتر. ادي يوريتر اهو، يوريتر اهو، ويوتر تحت، ومعاه اجزاء من الايه؟ من البروستات. طيب يبقى لارج تيومر ماس برضو اهو جريش وايت، ما انا مثبتها في كله من عدا رينال سيل كارسينوما، عامل فيلينج للكافيتي بتاع البلادر، وعندي اريا اوف نكروزز وهيموريدج، اريا اوف نكروزز وهيموريدج، وايه الحته اللي انا قلت لك زودها ايه بتاع مالتيبل سيستيك سبيلز. يبقى الدايجنوزز ايه؟ يورينر بلادر كارسينوما. تمام. اللي بعدها يورينري بلادر كارسينوما برضه، يبقى برضه بايسكتت يعني مفتوحة، مفتوحة نصين كده، مقسومة نصين، بايسكتت يورينري بلادر وحتة من البروستاتيك وبص يوريتر برضه. طب ايه؟ قد سيرفيس ماله، تيومر مايز جري شوية دويت برضه، فيلينج موست للكافيتي. تمام، عامل انفلتريشن اللي حواليه، وعندي اريا اوف نكروزز وايه وهيموري. قلت لك هيعمل ايه؟ هيعمل ديجنريشن في شكل مالتيبل سيستيك سبيس، مفيش حاجه انا زودتها اهو. لارج تيومر ميس جري شويه في الكلر، فيلينج موست للكافيتي بتاع اليورينري بلادر، انفلتريشن للوول مع اريا اوف نيكروزز، وديجنريشن في الفورم بتاع مالتيبل سيستيك سبيس، مفيش حاجه زياده. خش لي على اللي بعدها يا عم، ده انا بقيت اجاوب من غير ما اعرف. ايوه متسكمه. طب هنا نفس الحكايه، باي سيستيك يورينري بلادر ومعاه بروستيت ومعاه حته من الاثنين يوريتا. طب فيها ايه؟ خلاص قول لي انت بقى. لارج تيومر ماز لونه جريش وايت ومالك كافيتي، وفي عندي ايه هوميرج ونكروزز، وعامل ديجنريشن في شكل مالتيبل سيستيك. انت كده تمام، يورينري بلادر كارسينوم. نيجي بقى على حاجه بقى اخده ايه، زي ما خدنا في هناك في رينال سيل كارسينوما، واحده فيها اتنين كدني ويورينري بلادر واتنين يوريتا كده، نفس الحكايه هنا. طيب هتقول لي بس هناك انا كنت نسيت بنزود تشخيصين، عشان كده عرفت اعمل. اقول لك هنا هنزود تشخيصين برضه، مش هتعمل حاجه زياده. طيب هنا ايه؟ هقول لك معاك هيدرونفروزز وهيدرويوريتا ويورينري بلادر كارسينوما، بس انا مش عاوزك تشرح لي يا عم. انا عندي يورينري بلادر كارسينوما، يبقى عرفت ان البلادر فيها ايه؟ فيها لارج تيومر ماله جريش وايت. هقول لك بص، طالما لقيت الاثنين كدني ودي كده خليها الجريش براون، مش هناك كان اللون مختلف وكان بينك، كانت هي الوحيده اللي بينك. تقول لي هي الوحيده اللي كانت بينك، اقول لك هنا خليها الجريش براون زي رينال سيل كارسينوما. يبقى انا عندي هنا اللون بس اللي مختلف والباقي كله هيمشي معايا. تمام، يبقى ايه؟ لارج تيومر ماس جريش براون، لايت براون، هي جريش براون، جريش براون. تمام، وعندي اي اوف نيكوز بالبلتيري جولد، مالهاش لازمه. تمام. طب الهيدرونفروزس، خلاص انا عرفت كده يا عم. هيدرونفروزس ده يعني ايه؟ البلفيكالاسيال دايليتد، وعندي الكبسول سكند وستريبت، وعندي جرانيولاريتي تحت الايه؟ السيرفيس. طيب والكدني اكيد هتبقى ايه؟ هتبقى انلارجت، وهيدرويورتر يبقى اليورتر عندي ايه؟ دايليتد. تعال اقرا كده، والله الاورجان تو بايسكتد كدني مع اوبن ديورتر مع اوبن ديورنر بلادر، ماشي يا عم نفس الحكايه. فين جرانيولاريتي تحت السيرفس؟ ايوه في جرانيولاريتي تحت السيرفس عشان الهيدرونفروز. الكيدني شو اهو، سكند كبسول اهو، ستريبد اهو، في واحده مش مهم، ستريبد كبسول. تمام، بيقول لي اليورتر مايلد دايلاتيشن. تمام، دايلاتيشن عشان الهيدرويورتر لايننج من كوزام. تمام، واو، والكيدني ايه؟
دايلاتيشن للبلفيكاليتيا عشان الهايد وان فول. وبيقول لي الاورفيس اوبستراكت للايه لليوريتريك دون طبعا هايد وان فول. انا ما قلتش اي حاجه زياده. طيب دي برضو حاجه ديفرنشال برضو زي التانية. التانية احنا كنا قلنا ايه الديفرنشال اللي هي ايه الاثنين قدن واليوتر واليورين بلاد كارسينوما بتاع رينال سيل كارسينوما، وخدنا بعدها مين الويليامز. تمام هنا برضو ايه ناخد ايه يورينري بلادر كارسينوما برضو بعد الاثنين قدني واليوريتر واليورينري بلادر، بس هناخدها ايه نفس الحكايه بس هناخدها ايفيرتد. بس في حقيقه ربنا يعني هو مختلفه شويه، مش كل الزيادات اللي احنا كنا قلناها دي. امال ايه هقول لك هنا دي ايفيرتد يورينري بلادر. يعني ايه ايفيرتد؟ يعني مقلوبه، مفتوحه ومقلوبه، اللي جوه بره قلبها. تمام ومعاها ايه اسمه الباتس اوف ايه فيورتا. طب انا اعرف هنا ايه؟ هقول لك اعرف نفس الحكايه اللي انا كنت عارفها ان هو غريش وايت وهوموجينيو كوز زي ما انت عارف. تمام امال هزود ايه؟ هقول لك ان انا عندي الايفيرتد سيرفيس هتعرف انه ايه كويلي فلاور. كويلي فلاور ماشيه شبه الارنبيطه، كويلي فلاور يبقى الاوتر سيرفيس كويلي فلاور ماس، كويلي فلاور ماس. تمام والمقوزه فيها ايه رفنس والجانيولاريتي، بس يبقى كل فلاور ماس ورفنس والجانيولاريتي والباقي كله زي ما احنا قايلين زي ما احنا مسمينه. ودي يورينري بلادر كارسينوما بس الايه اليورينري بلادر مالها ايفيرتد. طب دون قال لي دون ترانزيشنال سيل كارسينوما في اليورينري بلادر، يعني اقول ايه؟ ما تقولش حاجه زي ما احنا ماشيين. طب بس دي تقول لي بس دي شكلها فانجيتنج قوي، بس يبقى انت كده عرفت الكلمه دي اللي هزودها، دي فانجيتنج وفاريابل، دول الكلمتين اللي هزودهم. يبقى ايه بيقول لي انا عندي دي يورينر بلادر تمام وحته من البروستيت برضه. تمام هنقول ايه انلارجت فانجيتنج ماس، انلارجت فانجيتنج ماس اي فاريابل، فانجيتنج وفاريابل دي اللي زودتها في الترانزيشنال سيل كارسينوما بتاع البلادر. تمام اي سوفت في كونسيستنسي ريج وايد ما قلتش حاجه زياده. تمام برضو فيلينج للكافيتي تمام طالع من البوست ولاترال دي ايه هي اصلا معظمها بيطلع من ايه من لاترال او بوستيريور، خليها بوست ولاترال زي اللي فاتت بوست ولاترال برضو. تمام اريا اوف هيموجينيكوز ملهاش دعوه انا مثبتها. انفلتريت البروستيت انا قلت لك هتنفلتريت اي حاجه معاها، دي معاها بروستيت يبقى انفلتريت، هي اصلا هتنفلتريت اي حاجه حواليها، يبقى دي ترانزيشنال سيل كارسينوما في البلادر. كده خلصنا الجارات، يعني شرحنا 14 جار واحنا قاعدين اهون وما بنشرحهمش، احنا بنقولهم على طول. تمام ارجعهم معاكم تاني. رينال سيل كارسينوما نص كدني، طبعا قلنا ان انا عندي لارج ماس انفلتريت ريبليسمنت الايه للكدني تيشو ولونها ايه جريج براون سوفت، ده رينال سيل كارسينوما بس اللي كده. ويموج من الكوز نفس الحكايه نفس الحكايه. طب هنا هزود بس انه ايه على شكل سي وطالع من فوق ولف حوالين اللاترال، طالع من الابر لف حوالين اللاترال والايه والسيرفس نودلر وعليه يلوش سبوتس. تمام تمام هنا زودت بس انه في هايدروجين فولز، فزودت حاجات هايدروجين فولز وزودت معاه البلهارزيز والباقي كله زي بعضه من عدا اللون بينك. ما تنساش الشكل ده بيبقى ديفرنشال، فلو جينا سيل كارسينوما يبقى ايه اللون بينك. طب لو هناك خلاها زي رينال سيل كارسينوما عشان نعكسها ونخليها جريج براون مش جريج شويه زي الباقي. طب ديا بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما ازاي؟ بابيلاري ترانزيشنال يا عم وفي القدني. اقول لك تمام انت طالع من البلفي كالسيال يبقى تعمل حاجات الهيدون فولز، انت كده تمام ما تكملش نفس الحكايه بس معاها يورتا. تمام طب دون ده الديفرنشال بتاعي الويليام تيوما، فقلنا ان هو ايه حته سمكه كريمي وايتش هوموجينس فيش فليش ابيرانس. تمام ونودولار اوتر سيرفيس. دخلنا في اليونر بلادر وقلنا ان هو يبقى جريش وايت تيومر عامل ايه عامل فيلينج للكافيتي ومعايا هيموج ونيكوز نفس الحكايه نفس الحكايه نفس الحكايه وضعت معاها هيدون فوز وهيدو يوتر، يعني بالفيكالسير ايه دايليتد والايه واليوتر دايليتد. دي كويل فلاور ودوت الميكوزا فيها الجانيولاريتي. تمام دي دوت فانجيتنج وفاريبل اللي هي الترانزيشنال سيل كارسينوما يورينري بلادر. فانت خلاص انت مش هتحفظ حاجه، انا هشوف الاورجان
كتب الدايجنوزس خلاص انا عرفت الكومنت بتاعي انا مثبته اصلا في اللي هما في المالجنت تيومرز اللي انا شرحتهم. تمام. خش بقى على السلايدات. بيقول لي انا عندي رينال سيل كارسينوما. بص يا عم، الرينال سيل كارسينوما دي يعني ايه؟ انا هحاول يعني ارسم حاجه مبسطه كده. هي عباره عن ايه؟ عباره عن شيتس كده. تمام، الشيتس ده هي بينهم ديليكت بلاد فيزل. تمام، في بينهم ديليكت بلاد فيزل. طيب وفيها سل، فيها سل، السل بتاعتي كلير، كلير وبلوجنال. انا هرسمها على طول، مش هقعد اعمل يعني بلوجنال يعني مش مدورة كاملة. تمام، مش دايرة كاملة يعني، اللي هو الشكل كده يعني كده. كذا واحدة من دي نرسم التاني أحسن. يبقى ده بص بوليجونال سيل اهي، بس ايه نمشي صح. بوليجونال يعني مش ايه، مش راوند، وجنبها ايه واحدة تانية. يبقى دي ايه، شيت وشيت، الشيت دي والشيت دي بينهم دليكيت ايه بلاد فيسل. تمام، طب ديا بوليجونال ايه سيل، طب هي اسمها كلير، تبقى كلير، يبقى السيتوبلازم ماله بيل باهت كده، فوامي. فوامي ليه؟ قال عشان هتلاقي في ليبيد وجلايكوجين، في ليبيد وجلايكوجين، وفي قلب السيل ديا النيوكلاي بتاعتها عامله ازاي؟ قال لي سمول ديبل ستند، سمول ديبل ستند، سمول ديبل ستند، سمول ديبل ستند، سمول ديبل ستند. تمام، سمول ايه ديبل ستند. انا كده شرحتها، انا كده شرحتها. لو في اتيبيا بقى ممكن تبقى النيوكلاي دي هايبر كروماتيك بقى وبتاع، بس انت اللي موجود عندك إيه؟ سمول ايه ديبل ستند. طيب يبقى غنى الثقه الصناعيه دي يعني ايه، هتتكون من ايه السلايد بتاعتها؟ قال لي شيت. تمام، الشيت دي فيها كلير سيلز، ما اسمها كلير سيل. طيب السيتوبلازم بتاعها ماله؟ قلت لك بالفوامي. طب والنيوكلاي ديبل ستند. بس انا كده عرفت الحكايه كلها. خش لي وريني الشكل. اهي والله شيت جنب بعضها، اهي شيت، شيت جنب بعضها. تمام، اهي كده. تمام، شيت. طيب كبر لي شوي. اهي الشيت، اي انا يعني هاخد الجزء ده كده وهكبره. ده تيوبيول وجلوميرولس عادي، انا بس اهم حاجه عندي ايه الشيت دي. خدت الشيت ده وكبرته بقى كده اهو. كلير سيل فيها ايه سمول ديبل ستند. هتقولي انا مش شايف حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده. كبر تاني اهي، بانت خالص اهو بقى، بانت خالص اهو، اهي كلير سيل، كلير خالص اهي، وفيها سمول ديبل ستند. تمام، وبينها اهي الديليكيت بلاد فيزل اهي بتاعتي، والسيتوبلازم باين قدامك بالفوامي وابيض خالص اهو، هي كلير. كبر تاني اهي كده بقى، مفيش اوضح من كده. او بص السيتوبلازم بتاعي، اخبر تاني بيه، اخبر تاني.
بصوا السيتوبلازم اهو، شوف في ليبيد وجلايكوجين فبيل فوامي اهو. السل نفسها باينه كلير، فيها سمول ديبلي ستيند نيوكلوي، سمول ديبلي ستين نيوكلوي. ملناش دعوه بقى بحكايه اتيبيا وهايبر كروماتيك، وممكن تبقى فيها برومنانت نيوكلوي، ملناش دعوه. انا كل اللي اعرفه انها كلير سيل، السيتوبلازم بتاعها ماله او فوامي وبيل. السيل بولوهيدرال يعني مالها، يعني بولوجنال، بوليهيدرال يعني بولوجنال، يعني ايه متعدده الاسطح، اي يعني مش راوند، يعني مش راوند كامله. بص اي اهي راوند تو بولوجنال، يعني هنقول عليها بوليهيدرال. بوليهيدرال والسيتوبلازم بتاعها ماله فوامي بيل وديبل ستيند نيوكلاي، ومنها ديليكت فيسل. واضحه خالص اهي رينال سيل كارسينوما. يبقى رينال سيل كارسينوما كلير سيل تايب. الاورجان طبعا عندي القدني، في انفازيف جروز، يبقى هي كوردس او شيدز من مالجنانت كلير سيل، تمام، مفصوله عن بعضها بايه، بسكانتي ديليكت فاسكولار كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو ستروما اللي احنا وريناها لكم خالص، واضحه خالص. يعني كلير سيل مالها قلنا لارج بوليهيدرال او بلوجنال، والسيتوبلازم بالفوامي، بالفوامي. طب بالفوامي ليه؟ قلنا عشان هتلاقي فيه ايه، ليبيد وجلايكوجين، مفيش حاجه موجوده زياده. النيوكلاي سمول ديبل ستيند واريا اوف هيموجي ونيكوز، دي مش محتاج ان انا كنت اقولها، مالجنانت في اخير في اريا اوف هيموجي ونيكوز. ده الايه، الرينال سيل كارسينوما كلير تايب. والله عندي سيل بوليجونال، السيتوبلازم فوامي وبيل، وفي ديبل ستيند نيوكلاي، والسيل ايه بوليهيدرال. السلايد اللي بعدها ويليامز تيومر. طيب نوضحه برضو، نوضحه برضو برسمة برضو من عندنا. ويليامز تيومر ده بيطلع من بلاستما سيلز اللي هو منشأه امبريونيك اصلا، تمام. فهو احنا عارفينه بيطلع من بلاستما، بلاستما سيلز والايه واليوريتريك بادز اللي هو حاجات امبريونيك، فلسه مش هتبقى ايه، ماتيور، هي حاجات اماتيور، حاجات اماتيور. فانا عندي لا هيبقى عندي الجلوميرولس ولا التيوبيول كامله، فهتبقى نسميها ابورتيف. ابورتيف دي يعني النمو بتاعها ما كملش، النمو بتاعها ما كملش، يعني حاجه بدائيه، حاجه بدائيه. طب هتقول لي هي بتتكون من ايه برضه؟ هقول لك بص يا عم، انا عندي ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء. عندي بلاستما سيلز، بلاستما سيلز، والبلاستما سيلز دي عباره عن ايه، راوند يلو سيلز جنب بعضها كده، راوند يلو، راوند ايه يلو في ايه، اكتب ايه، راوند يلو، راوند يلو، تمام، راوند ايه يلو جنب بعضها، ده بلاستما سيلز وفيها ديبل ستيند نيوكلوي، تمام. هايبر كروماتيك، هايبر كروماتيك نيوكلوي، هو مالجنت طبعا، فايبر كروماتيك نيوكلوي، تمام. ودي هنا ابيثيليال، الابيثيليال هتبقى فيها ايه، ابورتيف تيوبولا وابورتيف جلوميرولس، تمام. هيبقى فيها برضه السيل ايه، فيها نيوكلوي هايبر كلو، هايبر كروماتيك برضه، تمام، زرقاء خالص، هايبر كروماتيك، هايبر كروماتيك. طيب دي البلاستما ودي الايه، ال دي كده، تمام، ودي الابيثيليال. ما بينهم الستروما، الستروما اللي هي الميزينقايمال، الستروما اللي هي الميزينقايمال تبقى موجودة بينهم، اللي هي فايبرس ستروما اللي هي الميزينقايمال، تبقى مشغولة على شكل ايه، سبندل سيل، سبندل سيل، فبيسميها ساركوماتيك باك جراوند. ساركوماتيك دي يعني ايه، يعني شكلها سبندل، تمام، يعني ايه سبندل. يبقى احنا كده قلنا ثلاث حاجات اهي، بلاستما اللي هي راوند بلو سيلز جنب بعضها، وفي هايبركوميك ايه نيوكلاي كده كده ايه هايبركوميك، تمام. وادي الابيثيليال فيها ابورتيف تيوبولار وابورتيف جلوميرولس، برضه فيها نفس النيوكلاي ايه هايبركوميك، وبينهم الميزينكايمال اللي هي الايه الفايبرس
ودي يعني بتبقى على شكل سبيندل فبيسموها سب كوماتيكل. وريني يا عم الكلام دوت. ادي هي البلاستما سيلز اللي هي راوند يلو، اسف، راوند بلو سيلز جنب بعضها هي، تمام، هايبر كرومك جامد اهي، زرقاء جامد اهي. وعندي دي الابيثيليال نفس النظام، وادي الميزينقايمه اللي ما بينهم اللي هي ده هي، شوف على شكل سبندل اهي، لو كبرت هتلاقيها على شكل ايه، سبندل. كبر دلوقتي ادي بلاستما سيلز، وادي الابيثيليال بالابورتيف اللي فيها، تمام، وادي ما بينهم الميزينقايمه اللي هي على شكل ايه، سبندل سيلز اللي هي الفايبرس ستروما. كبر تاني. طب دي تكبير دوران فين؟ تكبير دوران في الابيثيليال، علشان انا عندي ايه، ابورتيف جلوميرولار وتوبولاي تيوبيول وجلوميرولار ابورتيف اهي، بس برضه كده كده عندي ايه، هايبر كروماتيك. تمام، ركز في الشكل عشان ما حدش يتلخبط ويقول لي ده الرينال سيل كارسينوما كلير. طيب كده التانية كانت الخلايا ما فيش فيها اصلا لون، هي كانت كلير خالص. تمام، اجيبها لك دلوقتي اوريك على طول الفرق. اهي شوف دي كلير خالص ازاي، الخلية دي مش كلير، فده الابيثيليال. نيجي هنا دي ايه، ابيثيليال برضه اهو، ابورتف ايه، جلوميرولا وتوبيول، وشايف الخلايا جوه ايه، هايبر كرومك جامد اهي. تمام، اهي ابورتف جلوميرولا وتوبيول مش كامله. طب ده فين؟ في البلاستما سيل راوند ايه، راوند بلو، راوند بلو اهي. وبعدين كبر لي هنا دي ابيثيليال اهي، ابورتيف اهي، وادي دي يعني بينهم ستروما، تمام، وابيثيليال برضه تكبير فيها، نفس الكلام نفس الكلام. انا جايب المقاطع دي كلها اللي هي الدكتورة منزلاها في الفيديو اهي، ابورتيف اهي، يبقى دي الابيثيليال ايه سيل، نفس الشيء. يبقى الويليام تيومر الاورجن طبعا كدني، طبعا مالجنانت تيومر، مالجنانت تيومر فورمد اوف ايه، راديمنتري رينال تيشو، يعني بدائي، راديمنتري يعني ايه، يعني بدائي. تمام، تكون من ايه، ابورتيف جلوميرولاي اهي، وابورتيف تيوبيول، يعني غير كامله النمو، ابورتيف وابورتيف، هو اصلا مش مقسمها تقسيمه صح، المفروض ان هي بلاستما والابيثيليال سيلز اللي هي فيها الابورتيف جلوميرولاي وتيوبيول، وبينهم اللي هي الايه، الستروما اللي هي على شكل سبندل سيلز. تمام، كده كده انت لو جالك اي اسئله هتحلها طالما انت عارف دي. يبقى هي مالجنانت تيومر اهي، راديمنتري رينال تيشو بدائي، متكون من ابورتيف جلوميرولاي وابورتيف تيوبيول بدائي. طيب فيها ايه؟ قلنا اهم حاجه هايبر كروماتيك سيلز، هايبر كروماتيك سيلز عندها هايبر كروماتيك نيوكلاي، سيتوبلازم سكانتي ده ما ايه، ملهاش لازمه، اهم حاجه هايبر كروماتيك سيلز فيها هايبر كروماتيك نيوكلاي. انا قلت لك ان هي ايه، كلها زرقاء في زرقاء. تمام، طيب الستروما اللي هي الفايبر الستروما اللي ما بينهم اللي هي الميزنقايمال، بيقول لي طبعا اماتيور، طبعا اماتيور، انا قلت لك ان هي دي كلها بدائي اصلا، ابورتيف تيوبيول، ابورتيف جلوميرولاي، راديمنتال رينال تيشو، اماتيور سبندل سيلز، فقلت لك بيسموها ايه، ساركوماتس ايه، باك جراوند ساركوماتس، يعني على شكل ايه، سبندل، على شكل سبندل. انا رسمت لك الرسمه في الاول خالص، قلت لك ايه، ادي البلازما اللي هي ايه، بلو راوند سيلز، والناحيه الثانيه ابيثيليال فابورتيف تيوبيول وابورتيف جلوميرولاي، وما بينهم الميزنقايمال سيتروما اللي هي الفايبرس اللي هي عباره عن سبندل اللي هي بيسموها ايه، ساركوماتس باك جراوند. دي بيقول لي ممكن يبقى فيه ماسكولار ديفرنشيشن، ملهاش لازمه. طب مجرد ما شفت الرسمه اللي انا رسمتها بايدي في الاول دي، يبقى الدنيا تمام التمام.
البابلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما دي، بيقول لي البابلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما دي اكسفوتيك او بوليبويد على شكل فينجر كده، هي ترانزيشنال، يبقى هتطلع من الترانزيشنال ايه ابيثيليال سيلز بتاع مين؟ بتاع اليورينري بلادر. تمام، وهتتحوط من الناحيه دي ومن الناحيه دي بمالتيبل لاير من الايه، من الترانزيشنال برضه سيل ابيثيليال سيل اللي هو مالجننت اصلا، بس مفيش فيها حاجه، دي مفيش فيها حاجه واضحه خالص حتى في كل حاجه، ادي اهو ترانزيشنال ابيثيليال سيلز بتاع اليورينري بلادر كافيتي، ادي عندي البلوبويد او الايه او اللي هي شكل الفينجر، ده الكور بتاعها، ادي الكور، الكور اهو، ادي الكور بتاع البلوبويد، وحولها من هنا ايه مالتيبل لاير ومالتيبل لاير من الناحيه دي، الترانزيشن مالتيبل لاير من الناحيه دي ومالتيبل لاير من الناحيه دي، خدت بالك شكل الريشه ايه؟ بس هو قايل لك شكل الايه الفينجر اهي، ادي الكور ماشي في النص وحواليه من هنا ترانزيشنال وحواليه من هنا ايه ترانزيشنال، نفس الكلام واضح، ادي الكور اهو وحواليه ترانزيشنال وحواليه ترانزيشنال، نفس الكلام اهو المالجمنت ترانزيشنال ابيثيليال سيل زي، وادي الكور وحواليه ايه مالتيبل لاير وحواليه مالتيبل لاير، يبقى هو دي الايه الحاجه الوحيده، السلايد الوحيده اللي ايه اللي احنا قلناها في اليورينري بلادر، ترانزيشنال سيل كارسينوما بيقول لك ترانزيشنال سيل كارسينوما في البلادر، يبقى الاورجن يورينري بلادر اي اكسفوتيك جروث او بلوبويد، تمام، على شكل فينجر لايك، فينجر لايك بابل. طيب بيقول لي بيتكون من ايه، سن فاسكولارايز كونكتيف تيشو كور اللي هو الكور اللي انا علمت لك عليه اللي هو في نص اللي شبه الريشه دي، الكور وحواليه مالتيبل لاير من المالجنانت ترانزيشنال ابيثيليال سيلز من ناحيتين بس، مفيش فيها اي حاجه. طب بيقول لي السيلز عندك طبعا لص في البولاريتي، ملهاش شكل ولا حجم، فاقده كل حاجه، فاقده الشيب والايه والايه والاحجام مختلفه وكل حاجه، النيوكلاي هايبر كروماتيك طبعا، وفي مايتوتيك فيجر هنا ليه، ما هي مالجنانت، فهايبر كروماتيك دي ثابته معايا، هايبر كروماتيك ثابته تمام، وعندي مايتوتيك فيجر هنا عكس مين، البناين، البناين طبعا ما فيهوش مايتوتيك، تمام، هي واضحه اهي، الكور اهو اهو كور اللي هو كونكتيف تيشو كور، في ترانزيشنال ابيثيليال سيل حواليه مالتيبل لاير من هنا ومالتيبل لاير من هنا، السيل طبعا انا مش شايف شكله ولا مترتبه ولا اي حاجه تمام، ومختلفه كمان في الحجم، يبقى البولاريتي ايه مفقود وكل حاجه مفقوده، تمام كده، يعني انا طولت، انا طولت جامد، بس اتمنى تكونوا يعني فهمتوا الدنيا وواضحه، وربنا معاكم، ما تنسوناش من دعواتكم، وانا طولت بس هو نفس الكلام بيتعاد، يعني حبيت اثبته وحبيت ان انتم ما تذكوش بعد ما انا اقول، تسمع الفيديو وخلاص، السلام عليكم.